السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. سنة سعيدة عليكم إن شاء الله، ومعانا الدرس الأول من فرعنا الجديد البلاغة. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، عندنا فرعين جداد هيزيدوا عن المرحلة الإعدادية، هم البلاغة والأدب. البلاغة هي علم مواطن الجمال. يعني إيه؟ هيجيب لي نص في الامتحان، النص ده مش هكون خدته قبل كده، ولا حد حتى هيشرحه او يقراه ويطلب مني اطلع مواطن جماله. طيب، احنا عندنا مواطن الجمال او علم مواطن الجمال اللي هي البلاغه، واللي بتتكون معانا من 3 علوم. معانا علم البيان، وعلم البديع، وعلم المعاني. كل علم من دول هيكون عليه سؤال. طيب، العلم الاول وهو علم البيان، هيقول لي استخرج صوره بيانيه. ببحث عن ايه؟ حاجه من 4، عندنا التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل. التشبيه والاستعارة دول دروس الترم الأول، طب الكناية والمجاز المرسل دول دروس الترم الثاني. يعني لما هيقول لي استخرج صورة بيانية هدور على حاجة من 2. النهاردة درسنا الأول اللي هو التشبيه، ودرسنا القادم إن شاء الله اللي هو الاستعارة. وتعالوا نبدأ بالتشبيه. والتشبيه معانا 5 أنواع: مفصل، مجمل، بليغ، تمثيل، ضمني. مفصل، مجمل، بليغ، تمثيل، ضمني. هنشوف نفرق ازاي بين الانواع الـ5. التشبيه المفصل ويذكر فيه الاركان الـ4. لما نقول الجندي كالاسد في الشجاعه، هنا ينفع اقول صور الجندي بالاسد في الشجاعه، يبقى ده تشبيه، بس عايزين نحدد النوع. طب تعال نشوف الاركان بتاعته. مين المشبه هنا؟ الجندي. مين المشبه به؟ الأسد. فين الأداة؟ الكاف. فين وجه الشبه اللي بين الجندي والأسد؟ الشجاعة. هلاقي دول 4 أركان: المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه. الـ4 أركان موجودين، يبقى ده تشبيه مفصل، يعني أنا فصلت الـ4 أركان. طب لو قلت البسمة كالدواء يشفي المريض، طب تعال نشوف الأركان. مين المشبه؟ البسمة. مين المشبه به؟ الدواء. فين الأداة؟ الكاف. فين وجه الشبه اللي بينهم؟ يشفي المريض. الـ4 أركان موجودين، فصلت الـ4 أركان، يبقى ده تشبيه مفصل. طب هي الأداة، هل هي الكاف فقط؟ لا، ده الأداة دي ممكن تكون حرف زي الكاف وكأن، ممكن تكون فعل، أي فعل يفيد التشبيه، يشبه، يماثل، يناظر، أو نفس الأفعال دي لو اتحولت لأسماء. لو قلت مثل، مثيل، شبيه، ممكن تبقى حرف واسم كمثل الكاف وكلمة مثل. طيب، التشبيه المفصل إذن فيه الـ4 أركان. طب لو حبيت أجمل أختصر، بدل 4 أركان نخليهم 3، هيبقى معايا المجمل. طب عشان يبقوا 3 هحذف مين؟ الأداة أو وجه الشبه. تحذف الأداة أو وجه الشبه. طب تعال نبص في المثال اللي قدامنا. هو أنا لو حذفت وجه الشبه هيبقى الجندي كالأسد، كده فضلوا 3 أطراف. طيب أهو، هو الجندي كالأسد. طب ولو حذفت وجه، لو حذفت الأداة يبقى الجندي أسد في الشجاعة، برضه كده 3 أطراف. يبقى الجندي كالأسد في 3 أطراف: المشبه، المشبه به والأداة، محذوف وجه الشبه، يبقى كده مجمل. أو لو حذفت الأداة، الجندي أسد في الشجاعة، يعني الجندي مشبه، الأسد مشبه به، شجع وجه الشبه، يبقى حذفت طرف اللي هو الأداة، يبقى ده تشبيه مجمل. إذا تشبيه مجمل 3 أطراف. طب عايز أختصر أكتر، بدل ما 3 أطراف أخليهم 2، هيبقى التشبيه اللي بعده بقى اللي هو بليغ، اللي هو هتحذف الأداة ووجه الشبه مع بعض، يفضل معايا بس الطرفين الأساسيين اللي هم المشبه والمشبه به. فنقول الجندي أسد، البسمة دواء. يبقى أنا كده معايا تشبيه مفصل، مجمل، بليغ، ممكن نحفظهم زي خطة الكورة كده 4-3-2. مفصل، مجمل، بليغ، 4-3-2. المفصل في كل الأركان، المجمل في 3، بحذف مين؟ يا الأداة يا وجه الشبه. طب البليغ في طرفين فقط، بحذف مين؟ الأداة ووجه الشبه مع بعض، يبقى كده مفصل، مجمل، بليغ، 4-3-2. طب في الـ3 أنواع دول بنصور كلمة بكلمة. في النوعين التانيين بقى، تشبيه التمثيل والتشبيه الضمني، دول بقى تصوير جملة بجملة، حالة بحالة، وليس كلمة بكلمة.
ولكن الفرق بينهم ايه؟ التشبيه التمثيل تصوير حالة بحالة، والضمني برضو تصوير حالة بحالة، بس ايه الفرق؟ في التشبيه التمثيل بنذكر الأداة أو نقدرها، أما في التشبيه الضمني لا تذكر الأداة ولا تقدر. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مرة تانية: مثل الذين حملوا التوراة. صور اليهود اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم التوراة ولم يفهموها ولم يعملوا بها، مثل الحمار الذي يحمل أسفار يعني الكتب ولكن لا يفهمها ولا يعرف ما بها. طب فين الأداة؟ الكاف ومثل مع بعض كمثل، يبقى هذه حالة وحالة والأداة موجودة، يبقى تشبيه تمثيل. ناخد مثال تاني: تسيل الدموع من عيون الفتاة كالدلو ينسكب منه الماء. صور للفتاة وهي حالة الفتاة والدموع بتسيل من عينها بغزارة بحالة الدلو اللي بينسكب منه الماء بغزارة، دي حالة وحالة والأداة موجودة اللي هي الكاف، يبقى تشبيه تمثيل. طيب تشبيه الضمني بقى حالة بحالة، بقى ما فيش أداة ولا تقدر. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. الإنسان اللي بيتهان تبقى الإهانة بالنسبة له سهلة، يعني نشتم ويضحك ما بيحسش بالإهانة. طب دي الحالة الأولى، زي مين بقى؟ زي الميت إذا جرحناه لا يتألم، أدي حالة وحالة وهنا ما فيش أداة، يبقى تشبيه ضمني. طب مثال تاني: تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. صور النفس لما بتهون علينا ونزلها، تهون علي نفسي وزلها وتعبها عشان اوصل للمعالي. طب زي مين اللي بيخطب الحسناء؟ البنت الجميلة. طبعا بنت جميلة فهتطلب مهر غالي، فلازم بقى يتداين ويزل نفسه عشان يدفع المهر الغالي لهذه الفتاة، يبقى دي حالة وحالة ايضا ولا توجد اداة، يبقى تشبيه ضمني. اذا ملخص درس التشبيه احبابي ان انا عندي مفصل مجمل بليغ 4-3-2، مفصل في كل الاركان، مجمل في 3 تحذف الاداة او وجه الشبه، البليغ في 2 يحذف الاداة ووجه الشبه، ودول تصوير كلمة بكلمة. اما التشبيه التمثيل والضمني فتصوير حالة بحالة، لكن التشبيه التمثيل توجد الاداة وتقدر، التشبيه الضمني لا توجد اداة ولا تقدر. وبكده يبقى انتهينا من درس التشبيه، وفضلنا ان شاء الله في الحصة القادمة الاستعارة. وفقكم الله، وانتظرونا في الدرس القادم.